فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل باع بيته لبناته بيعا صوريا لأجل حرمان أخيه من الميراث، ثم مات الأخ قبل أخيه، فهل لأبناء الإخوة أن يطالبوا بميراثهم لأن البيع صوري؟ روحوا للمحكمة تحقق في الموضوع، هذه ما نفتي فيها، هذه مسألة قضائية. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.